اليوم احنا بباب بغداد. اليوم انا بمشروع مميز ومختلف جدا، 100% عراقي. حكينا بلش من باب بغداد. شلون بدأت فكرة المشروع وسر التسويق؟ فكرة بدأت إنه أولادنا تدربوا على يعني جبنا فريق طهات، فريق بغداد، دربوهم على الطهي والأكلات السريعة والمعجنات والقريب والوافل. بعد ما شفت النتاج اللي طلع من أولادنا حبيت الفكرة، فقررت أنا أسوي لهم مكان خاص يبيعون به وتكون أكشاك خاصة به، مطاعم وأكلات سريعة. صادفة اجى وزير الصناعة عرض عليه الموضوع، فالحمد لله وشكر تبرعنا بخمس بوثات سويناها. نعم، يعني كان اكو تعاون يعني. بعد ذلك كبرت الفكرة ببالي، فصار تعاون من زيارة من السيد أمين بغداد، انطلبت منه أن يسوي لنا إشارة، سوى لنا كل إشارة، وبعدها كملت باقي البوثات، واليوم أنتج لنا هذا الشارع يعني حوالي 52 شاب يشتغلون هنا. فكرة العمل الجماعي. اي، واكثرهم اغلبهم من الشباب اللي تخرجوا من دارنا. اليوم وجدنا لهم فرص عمل يعيشون من يمها ويحسون بقيمتهم ك يعني عناصر فعالة تخدم المجتمع. سمسم، انت شو تسوون هنا؟ احنا هنا بارستي. بارستي مشروبات الثلج وساخنة وحلويات. حلو. حلويات القريب والوافل والبايكيت. شلون الاقبال عليه؟ والله زين. زين وكلش طيب. ما شاء الله شيف حسين يسوي لنا يعني علمنا على خبط عجينه كلش طيبه. يطلع مذاقه كلش طيب. شلون انت ضبطت هذا الشغل؟ من الساد الشام فكر بالمشروع وحكى ويانا وقال لنا اي رحنا يعني نقدر نقول قبل بشهر من الافتتاح. حلو. اي رحنا تدربنا بشر دربونا على البارستا، دربونا على الاشياء. انت كنت اصلا ماكو كل شيء، ماكو ولا طقي ابد ابد ابد. شنو اختي لارا؟ والله شنو هذا الشغل؟ تغششوني يا رفتي. تعال انت ليش صرت لهناك؟ تعالي انت تدري ماخذ السوشيال ميديا طول بعض. يلا هسه نبلش نسوي شيء. يلا تسوين انت. يلا علمني. الثلج، علم لي الغلاف ثلج. اللي بعد اقتصادية يا أخي عم. أنجز هذا كافي. ماذا الصف ولا تخليش على تعال خليس. هذا الليمون والبرتقال، تدرين زينين الجلاس فيها ويطي طعم، بس لازم من الدخلي يعني يكون انت تطيه فلس عصرة خفيفة. شوفي شغلينك. والله راح أعطي حنا وجه سوتنا ويا لارا. انت تدري لارا احسن شيب موجود هنا. بشان اولاد هشام الذهبي، ايش قد هذا راح يعني يقربهم من المجتمع؟ ايش قد يحسسهم بالانتماء له؟ يعني الحقيقه اليوم اولادنا هم اصبحوا قدوه، كثير من الناس تتمنى انه ابنهم يكون مثل اولاد هشام الذهبي. كثير منهم يجيبون اولادهم يشوفونهم، يجون يشوفوا هذول الشباب شلون عبال يدرسون ويخدمون دار المسنين ويجون هنا يفتحون عندهم شغلهم الخاص. اليوم كل الوقت يستثمرون بما يخدمهم ويخدم المجتمع. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا بكم. شو رايك في تجربه مشروع باب بغداد الاكل؟ والله مشروع جيد وحلو وجميل. عندنا هاي سيارتنا الثانيه، أني والعائلة يعني أني وبالأخص بناتي. شلون الأكل كان؟ والله طيب يعني لذيذ وجودة عالية والأجواء جدا جميلة يعني، وخصوصا استمتعنا ويا العوائل اللي موجودين هنا. زين الحلوة أكل كلش طيب وحلو يعني، والمكان حلو يجنن. مستمتعة؟ مستمتعة. يعني مرة ثانية؟ مرة ثانية، بالإضافة إلى أنه أنا مكمل أتابع الأستاذ هشام الذهبي وأشوفه. اي بصراحة غير اشوف قدوة للبقية. ان شاء الله تكبرون صار عندك مشروع هنا. ان شاء الله حلمي. بالنسبة لفرص العمل شلون تقيم هذا المشروع؟ والله فول يعني حلو، شيء حلو واحد يوم يشتغل ويبدل من الصفر. قصة أنا كنت إنه بيضة مع البطق. والله
والله شي فيها بس والله البيتزا طيبة. هاي بيتزا تويني. بيتزا تويني الشهيرة. بيتزا تويني. بيتزا تويني. بس اسمك بس بيتزا هاي تجي على كيفك زغب هاي. مثلاً هلو صوص. سعر شيب. هيك هلو؟ لا بالنص خلي. بالنص ولا هيك هلو؟ اي عافية. بعد ما ميسر ما بيبجا خلي. بعد خلي. هذا يسوي. بس هذا يطشني دائما دار البيتزا. يعني ممكن عافية بس باي هاي يسموه بيزا ترونا ويني شو قلت لا مرة يلا شلون ممكن نوسع هذا المشروع راح حتى نخلق مشروع نموذجي شلون نقدر هل هذا المشروع راح نشوفه بأكثر من محافظة هو هذا اللي طرحته على المسؤولين العراقيين إنه إحنا اليوم مو فكرتنا إن نوسع هذا المشروع لا فكرتنا إن نستنسخ هذا المشروع اليوم ما دي مبادرة أو مشروع بسيط نجح وفر فرص عمل لأكثر من 55 أو 52 53 شاب هنا يشتغلون. إحنا اليوم نريد المبادرات والمشاريع الناجحة أن يتم استنسافها. فاتفقنا إنه يكون نفس هذا الشارع 5 في جانب الكرف و5 في جانب الرصافة. إضافة لهذا يكون في باقي محافظات العراق الجنوبية والشمالية والغربية. إحنا نحتاج مثل هكذا مشاريع. أستاذ شلون تم تدريب الأولاد؟ فريق بغداد للتنمية وتطوير المهارات هو فريق مجموعة من الشيفية الصحات عرضوا علينا الفكرة أنه يدربون الأولاد كان أكو ترحيب يعني طبعاً يعني أنا أي شخص يعرض عليه فكرة تدريب تطوير مهارات وداخل البيت كل شيء أفرح ورأساً أقول له البيت مفتوح والأولاد أولادك من انطون النتاج وشفت جابوا الاكلات السريعه الهمبرجر والبيتزا والكنتاكي وايضا جابوا لي المعجنات الناس تطالب بالباكر كلش الحمد لله عجبتنا الفكره واليوم تطورت لحد الان هم يشرفون على اولادنا وبدينا ندرب شباب اخرين عندهم نخليهم الاحتياط اذا احتاجوهم مطاعم وفرع يعني نورتنا استاذ الله يسلمك على المراتب نورتنا بحكي عرافي يسلمك شرفك لهنا وتخلص حلقتنا بس حكينا العراقي مستمر حكينا عراقي وفي كل شيء عراقي.